بكل خير ومحبة، نلتقيكم مشاهدينا الكرام في موعد رياضي جديد عبر برنامج تايم أوت عن قناة رؤيا الأردنية. اليوم لدينا عديد الأخبار الكثيرة فيما يخص الأخبار المحلية واعتذار المنتخب الوطني عن المشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة، إضافة إلى الأخبار الأوروبية الأخرى والتي تصدرها الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز فريق مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثية نظيفة، واللقاء الجاري الآن بين باريس سان جيرمان وميلان على كأس دبي للتحدي في إمارة دبي، والكثير من الأخبار الرياضية المتنوعة، فأرجو دائما أن تبقوا في المتابعة. حياكم الله. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدم المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في السعودية نهاية حزيران المقبل، ويأتي توجه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني عدنان حمد للحفاظ على البرنامج الذي وضعه حمد للمنتخب، والتي يستعد للمشاركة في مباريات الدور الرابع الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 والتي تبدأ مبارياتها في حزيران، وينتظر أن يشارك المنتخب في بطولة غرب آسيا المقررة في الكويت شهر تشرين الثاني المقبل. يذكر أن الاتحاد تلقى دعوتي المشاركة في بطولة كأس العرب وبطولة غرب آسيا، وتم تحويلهما إلى عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الوطني لدراستها والبت فيهما. تعقد لجنة ترخيص الأندية في اتحاد كرة القدم جلسة لها يوم الأحد المقبل للبحث في مسودة وتعليمات ترخيص الأندية التي تم إعدادها بما يتناسب مع تعليمات وشروط الاتحاد الآسيوي. وأنجزت مسودة اللائحة التي سيتم العمل بها استجابة لمتطلبات الاحتراف التي حددها الاتحاد الآسيوي، وبموجبها سيتم ترشيح الأندية المشاركة ببطولات الاتحاد الآسيوي للأعوام المقبلة. وكان اتحاد الكرة قد أشهر اللجنة قبل عدة أشهر، وباشرت اللجنة مهامها، وكان من ضمنها عقد جلسات مشتركة مع عدد من الأندية ووسائل الإعلام المختلفة. أكد اتحاد كرة الطاولة إقامة بطولة كأس العرب 13 التي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 24 لغاية 31 من الشهر الحالي في قاعة النادي الأرثوذكسي. وبين الاتحاد أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي البحرين ولبنان والسعودية ومصر وتونس والإمارات والعراق والكويت والجزائر وجيبوتي وفلسطين، إضافة إلى الأردن. وتم تشكيل المكتب التنفيذي للبطولة وكذلك كافة اللجان الخاصة بها. يواصل منتخب كرة اليد تدريباته في قاعة قصر الرياضة في إطار استعداده للمشاركة بالتصفيات الأسيوية التي تقام في مدينة جدة السعودية هذا الشهر. كاميرا رؤيا تابعت تمرين المنتخب يوم أمس الذي شهد حضور كافة لاعبي المنتخب. المدير الفني عصام السحار أشار إلى أن الحضور سيكون إجباري اعتبارا من تمرين الأمس الذي يجري في ذات القاعة بعد عدة غيابات شهدتها تدريبات اليوم الأول، حيث ستدخل التمرينات مرحلة جديدة استعدادا للتصفيات. السحار يركز على تنفيذ تمرينات بناء الدفاع الفردي ومهارات السرعة والرشاقة والتسديد المنوع والهجوم الخاطف. وبعد تمرين يوم أمس اجتمع الدكتور ساري حمدان مستشار صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة اتحاد كرة اليد مع لاعبي المنتخب الوطني. وتطرق حمدان والذي ترأس بعثة الأردن للدورة الرياضية العربية 12 التي جرت مؤخرا في قطر إلى أوضاع منتخب كرة اليد والنتائج الغير مرجوة التي حققها في الدورة بعد 3 خسائر وفوز وحيد، مما أدى إلى استقالة المدير الفني المصري عاصم حماد وتولي المهمة من قبل الوطني عصام السحار، داعيا أفراد المنتخب
طبعا تعدي مرحلة الدورة العربية والنظر للأمام والتركيز بشكل أكبر على مباريات البطولة الآسيوية في جدة أواخر الشهر الحالي. والله زي ما بتعرف نتائج منتخب الرجال في الدورة العربية كانت غير مقنعة نهائيا وغير متوقعة، وكانت لهم مرحلة إعداد طويلة وبرضو معسكرات كثيرة، لكن أدائهم كان سيء جدا في الدورة العربية. وعندنا الآن تصفيات كأس العالم في جدة، وحاولوا الأخوان بالاتحاد أنهم يعتذروا على التصفيات، إلا أنه تعليمات الاتحاد الآسيوي مشددة، بعد سحب القرعة بتم حرمان البلد من المشاركات لمدة سنتين إذا انسحبت من المشاركة، وأيضا غرامات مالية مرتفعة. على ضوءه الآن لازم نشارك في التصفيات، وطلبنا منهم لأنه الآن بده يحط الأردن بصدره وبده يحاول يدي أقصى ما عنده ويحاول لأنه يعكس صورة إيجابية عن كرة اليد عكس الصورة اللي كانت موجودة في الدوحة. قرر اتحاد الكرة الطائرة تأجيل مباريات درع الاتحاد المقررة خلال شهر شباط المقبل لتقام في الموعد الجديد خلال شهر رمضان المبارك. كما تقرر أيضا تأجيل مباراة كأس الكؤوس المقررة إقامتها يوم 31 من هذا الشهر لتقام قبل انطلاق مباريات الدوري الممتاز المقررة هي الأخرى انطلاقها خلال شهر آذار. وارتاء الاتحاد في ضوء اعتذار عدد من الأندية إلى دمج بطولتي الدرجتين الأولى والثانية في درجة واحدة، بحيث يصعد الأول والثاني للدرجة الممتازة ويهبط آخر فريقين للدرجة الثانية. نصل وإياكم إلى ختام تايم آوت في الموعد الرياضي الأول لهذا اليوم عبر قناة رؤيا. بقي أن نذكر بصفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/rؤيا سبورت ومراسلتنا كذلك عبر إيميل البرامج الرياضية. بعد قليل تلتقيكم الزميلة العزيزة ليلى السيد في برنامج الاقتصاد اليوم وآخر الأخبار الاقتصادية، ونحن نلتقيكم في برنامج هاف تايم في تمام 10 مساء. دمتم